بنجدد الترحيب مرة تانية بحضراتكم مشاهدينا، وخلونا نشوف آخر وأهم الأخبار على الساحة الرياضية الكروية وتحديدا المصرية في فقرتنا On Fire News. نبدأ جولتنا الإخبارية مع أخبار النادي الأهلي. وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني إقامة مران للفريق النهاردة الأربعاء قبل السفر للمغرب لمواجهة الوداد في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وبيتدرب الأهلي في 6 من مساء اليوم في استاد التتش استعدادا لمواجهة الوداد المقرر لها يوم 30 مايو الجاري، بعدما حصل على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة بعد الفوز على إنبي بهدفين لهدف خلال المباراة اللي جمعتهم مساء السبت في بطولة الدوري المصري الممتاز. أكيد التركيز كله أصبح موجه خصوصا بعد تأجيل مباراة يوم الأربعاء أمام إسترن كومباني للنادي الأهلي، فالتركيز كله موجه لمباراتهم إن شاء الله في النهائي. نتمنى فيها طبعا كل التوفيق والتركيز يكون حاضر على أكمل وجه، خصوصا وإحنا شايفين يعني التواصل مع الاتحاد المغربي ومع الكاف فيما يخص طلبات النادي الأهلي كله مجاب، وبإذن الله يكون الحضور الجماهيري كمان داعم كبير النادي الأهلي وللاعبين علشان يكونوا بيقدموا عرض مميز ينتهي بإذن الله بالتتويج باللقب ال11 بإذن الله. تابعنا أيضا يعني خلال الأيام الماضية الإصابة اللي تعرض لها خط وسط النادي الأهلي كاملا، الثلاثة اللي هم الأساسيين سواء عمرو السولية اللي بيعاني من الإصابة في العضلة الخلفية، أو أليو ديانج اللي عنده أيضا إصابة أو آلام في الركبة، وأخيرا حمدي فتحي اللي بيعاني أيضا من آلام في منطقة الحوض. الثلاث إصابات دول خلوا النادي الأهلي يظهر بشكل غير جيد في مباريات الدوري، سواء بالتعادل أمام سيراميكا كليوباترا كان تعادل إيجابي أو التعادل السلبي في البنك الأهلي، أو أخيرا كمان الفوز الصعب على فريق إنبي. وبدأنا نشوف أدوار متبادلة، بنشوف محمد مجدي أفشة بيشارك، بنشوف أيضا الناشئ كوكا كمان بيشارك في منطقة الوسط، فبالتالي نادي الأهلي ما كانش بالسكواد الأساسي أو اللعيبة الأساسيين اللي من المفترض ان هو بيعول عليهم من اجل تحقيق اللقب الافريقي. ولكن الاخبار الجيده من النادي الاهلي وعن طريق الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي اللي اكد جاهزيه الثلاثه ان شاء الله عشان يكونوا متواجدين خلال المباراه النهائيه. بنتمنى ان شاء الله ان هم تواجدهم ما يكونش بس تواجد وخلاص ان هم متواجدين في التشكيل الاساسي، ولكن يكون ليهم دور ودور فعال باذن الله، سواء اليو ديانج اللي عليه امال كبيره جدا في قطع الكرات، وايضا يعني حمدي فتحي اللي ليه دور هام جدا بالتشكيل الخططي ودايما اعتماد بيتسو موسيماني عليه بتغيير طريقه اللعب، واخيرا عمرو السوليه بقيمته الكبيره وخبراته الدوليه مع منتخبنا الوطني المصري، وكمان دوره في بناء الهجمات وتواصله مع لاعبي الاطراف او لاعبي منطقه الوسط. الثلاثه لعيبه مهمين جدا، وايا كان لو في لا قدر الله واحد فيهم مش هيكون جاهز، نثق تماما في البديل ان هو يكون على نفس القدر من المسؤوليه ونفس القدر من القدرات الفنيه. بنتمنى بشكل عام كل التوفيق لبعثه النادي الاهلي ان هي تفرحنا بإذن الله بالحصول على اللقب الإفريقي الثالث على التوالي وال11 في تاريخ النادي الأهلي في العروس الإفريقية بإذن الله بالكتيبة كاملة. يكون قادر بيتسو موسيماني مع لاعبيه إن هم يكونوا بيحصدوا اللقب ال11 بشكل كبير جدا، بطولة غالية وكبيرة، والرقم القياسي اللي بيسعى لتحقيقه الجيل الحالي مع بيتسو موسيماني هو رقم مميز جدا، مش سهل أي مدير فني يكون بيعمله، ولكن لو حصل أكيد هيكون بيدخل التاريخ من أوسع أبوابه بيتسو موسيماني تحت مع نادي الأهلي وتحت قيادته عدد من النجوم الكبار، فبنتمنى طبعا ليهم كل التوفيق في المباراة القادمة. بيغيب عنهم من بداية بقى الموسم تقريبا واحد من أهم النجوم اللي كان ليهم بصمة كبيرة جدا مع منتخبنا الوطني، والحقيقة الإصابة بتاعته زعلت كل الجماهير سواء بينتموا لنادي الأهلي أو غير النادي الأهلي، وخصوصا إن هي كانت جاية في البطولة الإفريقية اللي كنا محتاجين فيها خدمات كل اللاعبين المصريين. أكرم توفيق بيستعد إن هو يكون بيسافر للنمسا خلال الأيام اللي جاية علشان يكون بيخضع لفحص طبي اللي هيكون من خلال الطبيب اللي أجرى ليه جراحة الرباط الصليبي للاطمئنان على حالته، وبعد كده هيكون عنده خطوة بيتوجه من خلالها اللاعب لقطر للخضوع لفحص طبي مماثل من بعده للفريق اللي اشرف على برنامج تاهيله في الدوحه خلال المراحل الاولى عقب الجراحه. وبيرى الجهاز الفني للنادي الاهلي والجهاز الطبي كمان وجود مؤشرات هائله في برنامج تاهيل اكرم توفيق بتؤكد اقتراب عوده اللاعب للملاعب. بنتمنى طبعا ان شاء الله ده يحصل سريعا، بنفتقد تواجده في الملعب بروحه بادائه بالاستماته اللي هو كان بيأدي بيها على مدار مشاركته مع النادي الاهلي كمان في العروض اللي قدمها مع منتخبنا الاول لكره القدم. باذن الله تكون كل المؤشرات دي حقيقيه وسريعا نشوفه بيعود مره تانية الى الملاعب للمشاركه بتيشيرت النادي الاهلي وبتيشيرت منتخبنا باذن الله.
ايضا انتهاء الموسم الاوروبي، انتهاء الموسم في اوروبا خلى بالتبعيه اللعيبه المعاره من النادي الاهلي للفرق اللي بتنشط في اوروبا، وانتهاء الموسم الكروي خلى اللعيبه دي بالتبعيه مفروض انها ترجع للنادي الاهلي. بنتكلم على بعض اللاعبين المعارين زي مثلا اليو باجي وقصه الاعاره، ولكن اليو باجي موقفه مختلف عن لاعبين اخرين لان في نيجوشيشن او مفاوضات مع فريق اميان الفرنسي، وهنشوف هل هيستمر في فرنسا وهنتقل لفريق تاني ولا لا. ولكن لو هنكمل نفس الكلام بالتبعيه على لاعب زي محمود كهربا فبتنتهي اعارته مع نادي التركي، فبالتالي هو دلوقتي متواجد وعلى ذمه النادي الاهلي. ولكن دلوقتي الامور في النادي الاهلي ما بين كهربا والجهاز الفني مش في افضل حال، في تحفظ شويه على اداء ومستوى اللاعب من بيتسو موسيماني، ما فيش اقتناع بقدراته، فده اللي خلى الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده بيتسو موسيماني بيحاولوا ان هم دلوقتي يستغلوا وجود اللاعب كعقد رسمي مع النادي الاهلي في الدخول مع احد الانديه اللي بتنشط في الدوري المصري في صفقات تبادليه، لان النادي الاهلي عينه على اكتر من لاعب تالق في بطولة الدوري حتى هذه اللحظة، بدون ذكر أسماء. هم لعيبة كتيرة جدا في إم بي وفيوتشر وكلام كتير جدا بنسمعه عن مفاوضات، ولكن النادي الأهلي في النواحي التعاقدية عنده ذكاء ودهاء كبير جدا باستغلال كل اللاعبين المتاحين ليه. أكيد هيستفاد من كهربا، لو مش هيستفاد منه فنيا فهيقدر يستفاد بيه في إن هو يقدر يعمل يعني قصة الصفقات التبادلية. هنشوف إيه اللي هيحصل في ملف كهربا والنادي الأهلي، وهل بالفعل كهربا هيستغل عودته للنادي الأهلي وممكن يبقى متواجد في صفوفه في الموسم المقبل، ولا هيكمل الإعارة خارج الأراضي المصرية، ولا فعلا هيتم الموضوع ويحصل أي صفقة تبادلية ما بين النادي الأهلي وأي نادي آخر بينشط في مصر. هنتكلم